مين اللي بده يقوم بالتبليغ؟ رجعت للآية ياسين، يعني أيها الإنسان، والقرآن الحكيم، أقسم لك، قسم رب العزة، أقسم بالقرآن الممتلئ بالحكم والحكمة الواحدة لعلها تسعد الإنسان مدى الحياة. حكمة، يذكر أن بعض الملوك، هلأ أجت لبالي لكن إن شاء الله بتذكرها، بعض الملوك أراد يشوف الرعية تبعه، فنزل إلى الرعية متخفي، فات على الأسواق، شاف شغل، شاف دكان واحد، دكان على غبرته مهبية، يعني ما فيها شيء، فاضية، رفوف فاضية وفاضية وعنده ميزان ما فيها شيء، فوقف طلع عليه، اجى للرجل، السلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له عمو انت شو بتبيع؟ شايف دكانتك حامل ميزان، قال له انا ابيع الحكم. شلون الحكم؟ قال له كل واحد له حكمه. قال له بكم الحكمة عندك؟ قال الحكمة بقدر ما اللي بده ياخدها، على قدر اللي بده يسمع الحكمة، ما على قدر الحكمة. قال له شو بيعرفك بين اللي بدك تعلمه تعطيه الحكمة؟ قال له هذا من عملي، أنا لي نظرة. طلب، قال له طيب أنا بدي منك حكمة. قال له بتدفع 50 دينار ذهب. الحكمة كلام، 50 دينار ذهب. قال له 50 دينار ذهب، إن أحببت أعطيتك الحكمة، ما أحببت طريق فاضي الله معك. فالملك تشوق بده يسمع شو الحكم، طالع 50 دينار ذهب ودفع له اياه. قال له الحكمة اللي انت بدك اياها، اذا اردت امرا فتدبر عاقبته قبل ان تفكر فيه. إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته قبل أن تفكر فيه. قال له هي بخمسين دينار ذهب؟ قال له ما أعجبك بسترجعها والله معك. قال له إذا استرجعت أنا حفظتها؟ قال له لا. قال له إذا كان ما بدك إياها أنا بسترجعها، فما بتخطي من قدامي خطوة إلا بتنساها، لأن الحكم لا تسكن إلا في قلب سخي. فإذا كان قلبك بده يكون بخيل فما بتأخذ الحكمة. فالملك سر بهذه الحكمة، راح على القصر، جمع أهل القصر، قال لهم هالكلمة بتكون تكتبوا ليها على كل حركة بالقصر، على عضاضة وعلى الباب وعلى عتبة الباب وعلى عتبة كذا، وين ما بدي التفت بدي يشوف الحكمة قدامي. خير إن شاء الله. فكتبوها، فشلون ما التفت إلى إيه الحكمة؟ إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته قبل أن تفكر فيه.
صدف بعد أسبوع طلب الحلاء ليحلله. دخل الحلاء لكن بوش مضطرب ويدين عم ترجف. الحلاء هو ماشي عم يقرأ هالحكمة، فالملك التفت قال له شو بك على غير عادتك؟ قال لي والله يا سيدي هالحكمة هي قطعت قلبي. خير؟ قال له في اتفاق بين رئيس الوزارة ورئيس الأركان والمطعمجي وأنا الرابع، تآمر على قتل الملك، وكلوني اليوم وأنا عم بحلي خطوة بس بالموت. قالوا فعم بقرأ أهل حكمة بدي عاد شو بده تكون النتيجة؟ النتيجة بده قتلي، النتيجة بده يكون في بلايا مصائب كبيرة. قال له فنويت انه احكي لك قبل ما اعمل اعمال شو بتسوى هالحكمة؟ قال له انت على يقين؟ قال له على يقين. قال له ما بتذكر لي احد، ميل حالك ما عندك خبر السيرة، واليوم ما في حلاقة، ايديك عم ترجف ما في حلاقة. بعت ورا الخباز ورا المطعمجي شو طبخ اليوم طعام؟ والله بين انه في امتى بيستوي الاكل؟ قال سيدي بعد شوي. قال له يلا جيب لنا الطعام عم ننتظرك. جاب الطعام، الملك قال له أنا اليوم ما بدي أكل لحالي، بدي أكل مع يلي حوالي، وأنت بتقعد وبتأكل معنا. مين اللي بدي أكل معه؟ المطعمجي بدي أقول يأكل. المطعمجي لما قعد بدي يأكل وعرف انه هو حاطط السم وبده ياكل ما اكل، حكى له الموضوع. قال له ما بتحكي لحدا. جاب رئيس الاركان وجاب رئيس الوزراء، تيقن الامر، فكان نجاح الدوله بهالحكمه. هي حكمه من حكم القران، هي حكمة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام قال إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضه، وإن كان شرا فانتهي. حكمة من حكم رسول الله.